صباح الفل والورد عليكم. امبارح عملت معاكو سموزي الشوفان بالموز. انا شربت المج ده مثلا الساعة 8 الصبح، ما حسيتش بأي جوع على مدار اليوم، واتغديت على الساعة 5. النهاردة هنجرب مع بعض سموزي الفراولة، بس مش هنعمل باللبن المرة دي، هنعمل بالزبادي. ده زبادي لايت، وده الشوفان اللي انا نقعاه زي ما نقعته امبارح، مع شوية زبيب ومعاه معلقة العسل. انا بحط العسل معاه علشان يدوب. وادي فراولتي، الكمية دي كتير. انا اتمنى انكم تكونوا جربتوا السموزي بتاع امبارح، لانه فعلا كان حلو جدا وحسسني بطاقة وشبعني فترة طويلة قوي. الله يحطهم. يلا هروح اضرب ده في الخلاط وارجع لكم تاني. رجعت لكم. ادي السموزي. ما تفتكروش انه عشان معمول بالزبادي هيبقى تقيل وكده، لا، لان الشوفان كان فيه نسبة مية. ده شكله. بصوا خفيف ازاي، مش تقيل. احلى سموزي باذن الله، واتمنى لكم نهار سعيد وشبع واستفادة، وتكونوا مبسوطين من الفيديو.